مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة نقيبا وأعضاء، وتعبيرا عن إرادة الجمعية العمومية لنقابة المحامين بجنوب القاهرة مهد العمل النقابي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والترحيب والتهنئة والتبجيل والتقدير، حدث ولا حرج في الكلمات الطيبة في هذا المجال بالنسبة للنقيب العام معالي النقيب الأستاذ عبد الحليم علام. هذه مسألة يقينية نحن كلنا نعلمها علم اليقين أنها إرادة الله، وما كان بإرادة الله لا يمكن لأحد على الإطلاق أن ينال منها أو يحاول بحال من الأحوال أن يثنيها. شاءت إرادة الله في هذا التوقيت أن يكون خير خلف لخير سلف، رحم الله النقيب رجاء عطية ولنترحم جميعا عليه، جعله الله في جنة الفردوس الأعلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، وجعل النقيب عبد الحليم علام يتبوأ هذه المكانة بإرادة الله قبل إرادة المحامين، لأن ما شاءه الله يكون، ما شاء الله يكون في الأرض، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون في الأرض إلا ما يريد الله، ما كان الله كان، وما لم يشأ ولم يكن لم يكن ولم يوجد على الإطلاق. لذلك شاءت إرادة الله أن تأتي بالنقيب عبد الحليم علام ليكون نقيبا لمحامي مصر ورئيسا لاتحاد المحامين العرب. هذا الكلام لا يمكن أن يطلق هكذا بغير ضوابط، وإنما يطلق عند أهل الفقه وأهل العلم وأهل الحصافة والحرص بضوابط ومعايير. هذه الضوابط والمعايير أحسب أن الله قد ولاه أمانة، الله سبحانه وتعالى قد ولاه أمانة، هذه الأمانة أحسب أنه أهل له بفضل الله وسيحملها بتمامها ويؤديها على الوجه الأمثل والوجه الأكمل حتى تكون رسالته رسالة حقة في شأن مجال هذا العمل الطيب. وبالتالي نحن جميعا والجمعيات العمومية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية، بل أحسب والله، وهي مهنة المحاماة مهنة تمس كل إنسان في شعب مصر، تمس كل طائفة من طوائف مصر، كل إنسان على وجه الأرض في مصر ينظر إلى نقابة المحامين بإجلال وإكبار، وبالتالي ينظر إلى الرأس التي تدير الجسد، وينظر إلى القائم على هذا الأمر وعلى أداء الدور النقابي على أعلى مستوى الذي يحمل أمانة العمل النقابي والعمل المهني. والمحاماة ليس كما توصف فقط أنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، بل هي أسمى من ذلك وأعلى بكثير بفضل الله، ونعشم بمشيئة الله بوجود النقيب عبد الحليم علام، رمز وقيمة وقدر يعيد لمهنة المحاماة قدرها، ونعيد للعمل النقابي حقه وقدره حتى تكون المحاماة في مصاف كانت عليها في مضى، عشناها في زمن كان فيه الكرام العدول من كبار المحامين وكبار رجال الفقه والقانون، وكان كل الوزراء يتمنوا أن ينتسبوا وينتموا إلى مهنة المحاماة. الآن نحن نعيد الزمن الجميل بفضل الله، سيعود الزمن الجميل لمهنة المحاماة على يد هذا الرجل، اللهم حديث لا رياء فيه ولا سمعة، ليس نفاقا ولا رياء، أنا لا أعرف ذلك، ومن يعرفني يعرف أنني لا أتحدث بالرياء على الإطلاق، إنما أتحدث بما يقول في خاطري، وأتمنى أن يتم بفضل الله على يديه ليكون خاتمة المطاف في عصر وزمن وفترة من الزمن كانت المحاماة فيها تتردى. الآن أنا الأوان أن نعيد المحاماة إلى سابق عهدها ومجدها، وأن نعيد إلى العمل النقابي ذات العهد وذات القيمة، وذلك لا يتأتى إلا بجهد أصحاب الجاه وأصحاب العلم وأصحاب الفقه وأولو الأمر في هذه المسألة، تكون في المقام الأول لمن؟ لنقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، نعشم بفضل الله كما نقول دوما بمثل ما نحن فيه الآن، تسطر صفحات التاريخ، تعلي أقدار أقوام وتحط من أقدار أقوام، نعشم بمشيئة الله أن نكون جميعا وعلى رأسنا هذا الرجل الطيب، أن نكون ممن تعلى أقدارهم بفضل الله بأدائهم وعملهم وحسن خلاقهم والسعي الدؤوب من أجل صالح المهنة ومن أجل صالح هذا البلد الأمين. نعشم بمشيئة الله أن تؤدى الرسالة بتمامها، وأن نكون جميعا بعد ربنا سبحانه وتعالى سندا وعونا له على حمل هذه الأمانة، ونحن من هنا وأعشم وأحسب أن كل واحد من حضراتكم وكل أعضاء النقابات الفرعية والجمعيات العمومية على مستوى الجمهورية تبد له يد العون، اطلب ما شئت، واطلب أي إنسان منا يأتيك ويطرح عليك ما يريد ويطرح عليك ما يمكن أن يصبو إليه وجدانك وخلاقك حتى تقف على حقائق الأمور، مع على الرغم أنه يعلم حقائق الأمور علم اليقين، فهو نقابي ضارب في الماضي البعيد في العمل النقابي ويعلم كل صغيرة وكبيرة، ومن ثم لن نضيف إليه إلا القدر المتيقن مما تقول به الخواطر في دائرة كل نقابة فرعية، ونعشم بمشيئة الله أن يكون الله في عونه بمشيئة الله، فما كان
إلا لله دام واتصل. أعانك الله على المحامين، وأعانك الله على مهنة المحاماة، وأعانك علينا وعلى الكافة، ونحن بفضل الله في ظهرك في كل صغيرة وكبيرة. أعانك الله على كل ما يطرح عليك، وجعلك مسدد الخطب بمشيئة الله. ألف مبروك عبد الحليم.